مشيت النهارده من عند وكالة الغوري لحد سبيل أم عباس. اللي قدامنا دي مجموعة السلطان قنصوه الغوري، وهي مجموعة معمارية أثرية شهيرة جدا بترجع لعصر المماليك الجراكسة. زي ما احنا شايفين ضخامة هذه المجموعة، وطبعا الوضع اللي شايفينه دوت والمحلات. انا لما رحت اتمشى هناك كانت الساعة 4، كانت محلات كتير او قفل، حتى تقريبا كان يوم الحد في محلات كتير قفلت. لكن تعالوا بقى الصبح في يوم اي يوم عادي هتلاقوا الدنيا موت، مش هتعرفوا تمشوا اصلا خالص. يعني زي ما احنا شايفين الشارع ممتد لحد مسافة طويلة، ومليان بقى الحاجات بتاعة تجهيزات العرايس والملابس والملايات والمفارش، الحاجات اللي انتوا عارفينها دي. الشارع ممتد قدامنا، شايفين المحلات قافلة كان اليوم، وفي محلات فاتحة برضه ديت وباين فيها الحاجات اهو. دلوقتي احنا مكملين في الشارع، شايفين طبعا دي محلات كتير برضه فاتحة، في محلات قافلة قصادها. هنوصل واحنا بنتمشى كده لحد جامع الفكهاني. جامع الفكهاني ده من اشهر الجوامع الاثرية اللي موجودة. طبعا احنا مكملين في الشارع زي ما احنا شايفين، طبعا البضائع مختلفة هيت، ومحلات برضو قافلة. التمشية في الاماكن دي يا جماعة يمكن في الزحمة تحس فيها لها طعم كده، رغم ان انت ممكن تتضايق من الزحمة والوضع الصعب اللي هناك، لكن حاجة. ايوة الجامع اللي قدامنا اللي هناك ده اللي شايفين المبنى بتاعته دي، ده جامع الفكهان. هنوصل له دلوقتي اهو. بص في محلات كتير هنا قافلة اهي. طبعا مش عايز اقول لكم في الاوقات العادية البشر بتبقى في الشارع ده ما بتعرفش تمشي، زي ما بيقولوا فعلا مفيش مكان لقدم او موضع لقدم. اهو دي المحلات اهي، الملابس والعبايات. ايوه ده اللي قدامنا ده بقى مسجد الفكهاني الاثري. المسجد ده انشاه في الاصل الخليفة الفاطمي الظافر بامر الله ابو منصور اسماعيل سنة 543 هجرية، واسفله في حوانيت او زي محلات كده، لانه كان من المساجد المعلقة. اهو ده المسجد اهوت، وديت المحلات. وللاسف من ساعة ما الواجهة دي اتحرقت من كذا سنة ما تمتش لها لسه اي اعمال ترميم. اعتقد في اعمال ترميم جوه المسجد، لكن الواجهة هنا ما فيهاش خالص. المحلات دي لما بتبقى فاتحة بقى منظر الجامع من تحت صعب جدا، لانها فيها ملابس برضو، وبتبقى بشكل يعني زي ما يعني اللي شايفينه على اليمين ده هو يبقى نفسه على الشمال. مكملين معاكم قدام عشان نشوف ال، هنبصوا الشارع ده تجاري جدا جدا على فكرة، من الدرجة الأولى يعني تجاري قوي قوي. يعني اللي قدامنا ده بقى سبيل محمد علي، ده واحد من أروع المنشآت الأثرية اللي موجودة في القاهرة التاريخية، وعليه مجموعة نقوش وكتابات في غاية الروعة والثراء الفني والتاريخي. وطبعا برضو قدامه في بياعين كتير جدا جائلين، يمكن كان في الوقت دوت روحوا وشالوا بضاعتهم، لكن تعالوا شوفوا في الوقت العادي بتلاقوا الجامع وخصوصا الناس بيبيعوا فاكهة وخضار كده. احنا مكملين معاك اهوت عشان ايه ندخل بقى على زي ما انتم شايفين الشارع فعلا تجاري. اللي هناك دي مآذن باب زويلة، واحنا كده داخلين على جامع او مسجد المؤيد شيخ على اليمين. هنشوفه دلوقتي مع بعض بعد ما نخلص. طبعا المحلات هي برضو مقفولة زي ما احنا شايفين اهو. اللي على اليمين ده مسجد المؤيد شيخ، وده المسجد اللي بيسمى المسجد المؤيد برضو، هو احد المساجد الاثرية الشهيرة بالقاهرة، وبرضو من عصر المماليك الجراكسة زي ما احنا شايفين. في سياح كتير برضو بيجوا يزوروه، والمسجد برضو يعتبر من المساجد المعلقة لأن أسفله حوانيت أو محلات زي ما احنا شايفين. هو مسجد ضخم جدا على فكرة. واللي على الشمال دي وكالة نفيسة البيضة، ودي اللي أنشأتها السيدة نفيسة البيضة اللي كانت الزوجة التانية لمراد بك. وده بقى ده برضو الجامع، وشايفين طبعا آثار الزمن عليه والنقوش بتاعته والطراز المعماري. دي بقى باب زويلة أو بوابة المتولي زي ما بيقولوا، واللي بتشترك مع مسجد المؤيد شيخ في ان المأذنتين اللي فوقيها هم المأذن بتاع المسجد. واحنا كده معدينا اهو في البوابه. البوابه عميقه جدا ومتسعه، وزي ما احنا شايفين ضخمه جدا، شايفين الباب بتاعها عامل ازاي. هنخرج بقى من بوابه المتولي او باب زويله، هنلاقي على الشمال واحد من المساجد الرائعه جدا، وهو اخر مسجد بني في العصر الفاطمي قبل سقوط الدوله الفاطميه، هو مسجد الصالح طلائع.
هو بيعد من المساجد الكبيرة إلى حد ما، وده لأن مساحته تقريبا 1522 متر والأربع وجهات. المسجد ده ظل لسنوات طويلة المياه الجوفية يعني يمكن من تحت كده بتملأه برضه بشكل، لأنه برضه هو من المساجد المعلقة، مساجد كتير في العصر المملوكي كانت مساجد معلقة أسفل حواليت زي كده. بصوا المية بينشفوها وبترجع تاني، بينشفوها أهو. أنا لفيت من ورا عشان لقيت فعلا المية بدأت تظهر تاني، ولو ما تمش عمل أي إجراء أو اللحاق بيها يعني هترتفع، ومش عايز أقول لكم المنظر عامل إزاي يعني. هنشوف اهوت دي اهو. بصوا المياه الجوفيه بدات تظهر تاني اهو بكثره في المسافه اللي ورا خالص دي عند الاشجار اللي ورا دي. احنا طبعا نتمنى ان هم يعني يشوفوا حل ناجح وناجع لهذه المياه الجوفيه. بعد ما نسيب مسجد الصالح طالع هنخش بقى على شارع الخيميه، وده من الشوارع المشهوره جدا والثريه جدا واللي فيها عبق التاريخ زي ما احنا شايفين. دي اللي بتصنع فيها أقمشة الخيمية اللي لها عدة استخدامات، وفي اليوم اللي احنا رحنا نعمل فيه التمشية كانت معظم المحلات قافلة لأنه بيبقى يوم أجازة، هو كان يوم الحد، ولكن برضو شايفين بعض المحلات على اليمين والشمال لسه برضو إيه فاتحة. ده المحل هو على الشمال، بصوا بيقعد بقى واحد جوه بيشتغل يدوي شغل الخيمية اللي احنا عارفينه ده، بيبقى شكله رائع جدا، والشارع ده بيزداد الطلب عليه أوي 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 في رمضان، لان شغل الخيامية او مش الخيامية بيبقى مطلوب جدا في رمضان. ومكتوب او في يافطة مكتوب على شارع شارع قصبة رضوان. الشارع ده بيسمى برضه شارع قصبة رضوان، والاسم ده له يعني حكايات برضه. هنلاقي دلوقتي على ايدنا الشمال مسجد الكردي، وده مسجد بيرجع الى العصر المملوكي ويسمى المدرسة المحمودية برضه، وده برضه بيتسم بالضخامة، وكعادة معظم المساجد المملوكية المآذن لها شكل معين، والمسجد إلى حد ما حالته المعمارية جيدة، ولكن أعتقد هو مش مفتوح للزيارة. دي برضه بوابة هيت على اليمين قدام المسجد. شايفين بقى محلات الخيامية، بص، وبيع القماش الرائع ده. دي من الحاجات الغريبة جدا، المكان ده عبارة عن بيتين قصاد بعض تقريبا حالتهم المعمارية صعبة وممكن مهددة، ممكن تكون مثلا بتساقط أجزاء منها، فعشان كده معمول له صلبات وشدات معدنية، والصلبات دي موجودة من سنين. أنا بروح الشارع كتير وأصور الآثار اللي هناك وأتكلم عنها، وموجودة فعلا من سنين. اللي قدامنا على الشمال ده مدرس سبيل الوفائية، والسبيل ده أنشأه الشهابي أحمد بن علي بن إنال اليوسفي في العصر برضو المملوك الجرقسي سنة 846 هجرية. هو سبيل صغير مش كبير يعني. اللي على ايدنا الشمال دي مدرسة إينال اليوسفي، مدرسة وقبة إينال اليوسفي، ودي أنشأها المملوك الجركسي إينال ابن عبد الله اليلبغاوي، ودي من أروع الأماكن اللي بحبها جدا بسبب الباب اللي قدامنا ده. الباب مليان زخارف يعني معدنية في منتهى الروعة والدقة، واللي بتؤكد ثراء العمارة الإسلامية ومنشأتها. وفي عمود اهوت على الشمال هوريه لكم دلوقتي اهو، ده تقريبا عمود ممكن يكون عمود يوناني روماني او عمود يعني شفناه خلاص عدى. احنا ممتدين اهو في الشارع برضو ممتد هي اقمشة الخيامية. احنا دلوقتي داخلين على شارع المغربلين. الشوارع دي كلها ممتدة في اتجاه تقريبا واحد يعني زي اتجاه عمودي كده، من اول من اول الغوري لحد نفيس لحد عفوا ام عباس، سبيل ام عباس زي ما احنا شايفين اهو. الشارع فيه بقى الناس بقى والمقاهي والمحلات، يعني المناطق الشعبية على قد ما ممكن تكون فيها بس بعض السلوكيات اللي ممكن تكون من بعض الناس، لكن هي برضو فيها عبق كده بتحس فيه بالايه يعني بطعم مصر يعني. اللي قدامنا دي زاوية عبد الرحمن كتخدة، ودي أنشأها الأمير العثماني عبد الرحمن كتخدة بن حسين جاويش القازدغلي عام 1142 هجري، ودي برضو بتتسم بطراز معماري وزخارف على الشباك من بره وعلى الشبابيك، رائعة جدا. أما بقى المكان اللي قدامنا ده على قد ما هو مبهر ورائع جدا زي ما انتوا شايفين، أنا للأسف ما لقيتش عليه
لوحة تعريفية تقول هو ده ايه، وقد تكون موجودة ولكن بسبب البيع الجائلين دي انا ما شفتهاش او ما عرفتش اوصل ليها. بس هو زي ما انتم شايفين مكان، يعني هو اكيد برضو زي العمارة المملوكية بتتسم بالشمولية، هتلاقي مسجد ومدرسة وقبة، يعني مش مبنى واحد بس دي مجموعة معمارية، يعني كعادة معظم المنشآت الأثرية المملوكية. هنكمل معاك في الشارع ونشوف الناس البسيطة اللي قاعدة وماشية في الشارع، ودي برضو عتبة هوت أنا أشك إن هو ممكن يكون مدخل لحاجة أثرية، لأن المكان أو واضح إن الخط ده مملوكي وكده. الشارع أهو مستمرين معاكوا فيه، ناس بقى بتبيع بقى. بصوا احنا الجزء الأول من الشارع اللي فات كان تجاري ملابس وحاجات، دي بقى تجاري أكل ويعني كده يعني. المهم اللي قدامنا دي بقى قبة ومدرسة جانم البهلوان، طبعا زي ما انتم شايفين الباعة الجقالين كتير جدا قدامها، ودي انشأها الامير المملوك الجركسي جانم البهلوان عام 883 هجرية، وهي موجودة زي ما انتم شايفين كعادة او ككثير من الاثار الاسلامية في المنطقة، محاطة بالباعة الجائلين اللي يعني طبعا بطبيعة الحال هم موجودين قدامها من زمان، انا بعد كتير بلاقيهم، وبالذات المدخل. بصوا المدخل بتاعها، يمكن لما ترجعوا الاول الفيديو، ارجعوا لورا شويه بالفيديو او اول ما صورت كده هتلاقوها. بصوا مكملين معاكم بقى عشان نروح على بقيه الشارع اهو، ونشوف المكان الاثري اللي جاي قدامنا ده على الشمال، ودي تكيه السليمانيه، ودي اللي انشاها الامير سليمان باشا عام 920 هجريه، وطبعا كان يعني بتتسم برضو بالطراز المعماري، ولكن واضح ان بقالها كتير عشان هي في ناس كتير جدا ساكنين فيها على فكره. خرجنا بقى من الشارع وفوجئت ان قدامي على الشمال كده طبعا السلطان حسن الرفيع قدامنا، وانا في اللحظه دي كنت بعدي الشارع وكنت عامل زوم، فيمكن الصوره بتهتز شويه. اهو بصوا خلاص بقى عديت، وهكمل بقى قدامنا على شارع الحلميه. الشارع ده بقى الى حد ما هادئ نسبيا عن الشارع اللي فات، بسبب ان هو ماهوش شارع تجاري قوي زي الشارع اللي قبل كده. وهنا شايفين الناس اهوت ماشيه في الشارع وقاعدين على المقاهي، وده سيارات اهيت زي موقف كده صغير. المهم هنا برضو هتلاقوا بيوت كتير يمكن فيها لمحه كده من التراث او التاريخ. المبنى اللي قدامنا ده لما شفته بعيد طبعا شايفين حاجه يعني شكلها رائع جدا ومبهر، وشايفين الزخارف والبتاع، وفكرتها مكان اثري ما لقيتش طبعا اسمه، ولكن لقيتها نقابه المعلمين في منطقه الخليفه والمقطم، ده المقر بتاع النقابه يعني. شايفين طبعا المبنى، انا مش عارف هل هو مسجل اثار ولا طراز معماري، بس واضح ان هو فعلا مبنى ذو قيمه يعني. طبعا ده اللي قدامنا ده بقى مسجد الماس الحاجب، وده مسجد من المساجد المملوكية الرائعة جدا، واللي أنشأه الأمير سيف الدين الماس الحاجب سنة 730 هجرية، وكان مملوك للسلطان الناصر محمد بن قلاوون، وده انه يترقى لحد ما صار أحد الأمراء الكبار، ومسجد بيتسم بالضخامة، والآثار رممته برضه منذ فترة، وأعتقد إنه مقفول مش مفتوح للزيارة. أهو ده مسجد الماس الحاجب. طبعا هنسيب مسجد الماس الحاجب بقى ونكمل في الشارع معاكم لحد ما نوصل للي قدامنا دي، مستشفى الخليفة العام، وهي قدامها على طول في مكانين اثريين تم ترميم وافتتاحهم منذ حوالي شهرين، دي بقايا بقايا ايه؟ بقايا قبة سنجر المظفر. طبعا هي يعني مكان بسيط جدا، واللي قدامنا ده بقى سبيل يوسف بيك، ده برضو سبيل اثري قدام مستشفى الخليفة، وتم ترميمه وافتتاحه مؤخرا، لكن هو اعتقد مش مفتوح للزيارة بطبيعة الحال لانه مكان صغير، يعني ما اعتقدش ان هو زي برضو بتاعت سنجر المظفر كده. سبيل يوسف بيه، وان كانت برضو اللافتات اللي اتحطت بعد الترميم اللافتة التعريفية يعني بتاعته اعتقد محتاجة تكون اوضح يعني. طبعا سيبنا هو تكملنا، اللي قدامنا ده بقى مسجد علاء الدين البندقداري، ده مسجد ومدرسة وخانقاه وقبة علاء الدين البندقداري او الخانقاه البندقدارية كما تسمى، وهي سميت كذلك نسبة للامير علاء الدين
أيديكين ابن عبد الله التركي الصالح البندقداري، وأنشأها سنة 683 هجري، وخلاها مسجد لله ومدرسة وخنقال الصوفية. طبعا زي ما احنا شايفين يعني هي برضو اعتقد وجودات لها عاملين ترميم، ودي دي حاجات محطوطة لامتصاص المياه الجوفية. وزي انا شفت هنا على فكرة 10.65 جنيه، ويعني ما اعرفش حد رميهم بقى ولا تبركا ولا ايه، الله اعلم. شايفين بقايا لونية اعلى العتب بتاع الباب، وقدامها مكان برضو زي ما احنا شايفين رائع جدا، هو برضو من المنشآت المعلقة لان اسفلها حوانيت، وهو مكان اثري. انا يعني ما لقيتش للاسف عليه برضو لوحة تعريفية تقول ده مكان ايه بالظبط، ولكن هو مكان اثري وعليه نص تأسيسي. هو النص بعيد شوية اهو، النص اللي هو قدامنا ده ما انا معرفتش اقراه بصراحة، او معرفتش اوصل له. واللي قدامه بقى على طول دي المدرسة الايطالية للترميم والصيانة وصيانة الاثار. سيبنا بقى ده كله ورحنا على فين، دي زاوية وخنقات أيديكين البندقداري، غير مسجد علاء الدين البندقداري. طبعا شايفين في جزء منها على الشمال ده، معرفش هل الجزء ده يعني أثري مسجل ولا لا، ولكن طبعا واضح ان هو حالته صعبة. ولكن الناحية دي المكان ده هو مرمم، واضح انه مرمم، ودي له حتى التعريفية هي بتاعته. زاوية وخنقات أيديكين البندقداري ده برضو مكان اثري واضح عليه الضخامة والفخامة زي ما بيقولوا. مستمرين معاكم بقى جنب الخنقة دي، قصر الامير طاز. قصر الامير طاز طبعا ده هو يعني مركز ابداع ثقافي حاليا، وهو انشأه الامير سيف الدين طاز دوادار السلطان الصالح ابن الناصر محمد بن قلاوون. هو من أروع وأجمل القصور اللي في عصر دولة المماليك البحرية، وهو يعني ضخم جدا فعلا وممتد. يمكن أنا حتى كنت بعد ما وصلت له كده وشايف امتداد الشارع الكبير، شايفين الحوانيت دي، الحوانيت هيت أو المحلات اللي كانت بتبقى تحت، كنت قررت ما كملش، بس قلت لا لازم أوصل لآخر التمشية. ورحنا بقى على سبيل أم عباس. سبيل أم عباس ده من يعني انا بعتبره منشآت الاثرية المبهرة، بسبب يعني روعة وزخم الزخارف اللي موجودة عليه من بره، وهو من الاسبلة الرائعة في القاهرة، وشيد باتقان زي ما انتم شايفين، وزخرف بزخارف بديعة رائعة جدا، ومساحته شاسعة جدا. يعني هو يعني نموذج الاسبلة العثمانية المنتشرة في القاهرة. وطبعا السبيل كان بيتم يعني في توزيع المياه مجانا على المرة، واحيانا برضو كان متضاف اليها روائح يعني ذكية، عشان يعني مش مجرد بقى ان هي مياه مجانية للناس تقدم كده، لا بالعكس كانت متقدم بشكل محترم جدا. بص شفت روعة الزخارف، انا حتى عديت الشارع وانا في اللحظة دي بعدي الشارع اهوت عشان اجيب المشهد من بعيد ونشوف مشهد واسع للسبيل. او في اللحظة دي بعدي الشارع بصوا بقى، واضح ان في اعمال ترميم بسيطة بتجرى ليه، ولكن هو سبيل رائع جدا وكبير جدا. وهو لحد هنا انتهت التمشية بتاعتنا المرة دي، شفنا فيها كنوز اثرية رائعة جدا وبشر وناس، والى اللقاء في تمشية اخرى ان شاء الله.